نزار؟ نعم يا خانم. زهرة نايمة وأنا رايحة على الشغل، أول ما تفيق غيري لها. لا تاكلي هم نيفين خانم. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. نيفين، غسان وزهرة سافروا شي؟ يا روحي انتي لا تضايقي حالك، كل شي مع الوقت رح يتحسن. بعدين انتي بتعرفي انه المحكمة ما اصدرت هذا القرار بشكل نهائي، ويمكن بعد النقد المحكمة تحكم لمصلحتك. ريزان، خدي هاد وصلي لأحمد فورا هلأ لو سمحتي. ماشي حبيبتي بوصله. رزان خير؟ إلك معي أمانة. شو هي؟ هاد نيفين بعدته إلك. تفضلي فوتي. أحمد، أنا صرت واقعة بين نارين، أنت من جهة ومن التانية زهرة، ما قدرت أكون معكم أنتوا الاثنين، اضطريت أختار واحد منكم. أنا رجعت لغسان، هي هي الطريقة الوحيدة لحتى ضل جنب بنتي. هلأ رجعت له لحاته قبل ما ياخد زهرة ويسافر على ألمانيا. رح حاول أنساك لأنه مستحيل أقدر أنسى بنتي. ما رح أطلب منك تسامحني، بعرف هالشي ما عاد من حقي، بس رح أقلك حاول إنساني وعيش حياتك وخلي اللي بيناتنا ذكرى. دير بالك على حالك. شو الموضوع؟ شو اللي مكتوب؟ Thank you.
كيف بتعملي فيه هيك؟ كيف؟ أحمد لوين؟ بعدي. إذا ما بتقلي لوين رايح ما رح تقلك بعدي عني. لوين رح تروح؟ بدي روح حاسبه. ليه بدك تحاسب يا مجنون؟ أنا بدي حاسب نيفين وغسان وسهرة كمان، وبدي حاسب حالي. بدي حاسب حالي، بدي حاسب كل الناس، وبدي حاسب كل الدنيا. ليش هيك عم بصير؟ بدي حاسب كل العالم. أنا هون معك أحمد، جنبك، مانك لحالك. خلص اهدى. لازم تتحضري لكل شيء. أنا ونيفين كنا منحب بعضنا ومن زمان، ولهلأ منحب بعض. الحل موجود بكل وقت نيفين. أنا ما عاد بدي أبقى بعيد عنك نيفين. أنا بحبك كتير وما بدي أبقى بعيد عنك. اصحك تنهاري حبيبتي، اصحك. لو شو ما صار يصير رح كون واقف جنبك. لو شو ما صار يصير رح ضلني أحبك. يا ترى أنا بشو غلطت رزان؟ أنت ما غلطت أبداً. مبلا غلطت. أنا طلعت واحد غبي. لا أحمد، أنت مانك غبي. بعدين كل إنسان بي ليش لكان عملوا فيي هيك؟ عملوني لعبتهم. ليش؟ أنا بقول عن حالي ذكي، قريت كتير كتب وما ضل شي ما عملته، بس بالحب فشلت. فشلت بالحب، ما قدرت، ما عرفت. حابب احكي اللي بقلبي. في كتير قصائد بقلبي. اولى ما رح اولى، بس بدي اشرب. بدي اشرب. لا بقى تشرب، حاجتك. راسي عم يفتل فتل. قوم معي اخذك على غرفتك، لازم ترتاح. قوم معي.